واحدة من مخلفات الحروب تزداد بشكل مضطرد كلما عصفت حرب أو نزوح أو أزمة إنسانية في المجتمع، قدمها كقدم النزاعات والحروب في العراق. عديم الجنسية ظاهرة ككرة الثلج تكبر كلما مرت عليها السنوات. يقدر عدد عديمي الجنسية في العالم حوالي 10 ملايين نسمة، والعراق أحد هذه البلدان التي تسجل أعداداً عن أشخاص فقدوا الرابطة القانونية بالدولة. ليست هناك إحصائية رسمية عن عددهم، لكن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA نشرت على موقعها أن عدد عديمي الجنسية في العراق يقدر 248 ألف شخص عام 2016، فيما كان العدد يقدر ب 120 ألف بحسب الأمم المتحدة سنة 2014. لكن من ناحية أخرى تشير إحصائية ثانية للأمم المتحدة أن الصراع في العراق قد يفاقم من أزمة التوطين والجنسية وطالبي اللجوء، فمن أصل 65 مليون شخص حول العالم يعاني 5 ملايين منهم في العراق فقط من هذه المشاكل. أم هدى لها قصتها مع داعش، ولابنتها قصة مع انعدام الرابطة القانونية. لم يرد في ذهن هذه المرأة العشرينية يوما أنها ستسير في لظى طريق الجمر كما تسميه، طريق طويل ووعر ومليء بالأوجاع، بدأ بالمطاردة ومر بالتعذيب والتشريد، وانتهى بطفلة دون أب ودون اعتراف رسمي بوجودها. تم تزويجك إلى واحد من الدواعش بالإجبار، شنو القصة؟ قصة من طبا وداعش، أقاربنا كلهم طلعوا للحلة بغداد غيرها، أنا وأمي بقيت أنا وأمي وأختي، ما قدرنا نطلع ولا واحد بيهم هم دس علينا. هاي 6 أشهر خابروا أقاربنا قالوا أريدكم تقعدون ببيتنا. بعد ما صار وياهم أهل المنطقة يقولوا لهم هذا مثلا بيت ضابط، هذا بيت أريدكم تصادروا وغيرها. ليش ما طلعتوا من القائمة هاي الأثناء؟ ما هواية ناس ضلوا. وانتو ضليت؟ ضلنا وياهم، ومو بس هاي، صارت الطلعة ب3 ملايين، وأمي ما عدها، يعني كل ما زالها كل شهر يأزموها بالزايد، يسدون الحدود على الناس، الطرق بيخلون أحد يعبر، يعني إذا واحد يريد يعبر يرهن بيت، ويرهن إنسان هم يرهن حياته. قلت لك بعد 3 أيام من قعدنا بالبيت الثاني طلعونا من هذا البيت، اجى خبر قال لهم انه هذه العائله تتنقل من بيت للبيت الثاني. البيوت هذني مطلوبات للدواعش، بيوت مرتدين. رصدوكم انهم تتنقلون؟ رصدونا، وحل اجى بينا خبر انه قالوا لهم ذولي يتحفظون على املاك المرتدين. طلعونا من هذا البيت، حتى اخذوا مفاتيحه، بس الحاسبه هاي الشغله الوحيده اللي طبت بيتنا، اللي طبت البيتكم من جديد. بس حاسبة وضميناها ما أكل. ليش هذه الحاسبة؟ لأن أبو البيت خابر، البيت خابرت تقول احتفظولي بالماعي، وأبو البيت يقول لا دير بالكم عندي حاسبة بس بالبيت مالتي حافظولي عليها. سمع الوالي مالتهم مال دواعش كان يخاب، قالوا له ذا هاي العائلة ترى شالت، أكو واحد كان يراقبنا بدون ما نعرف بيتنا، وما كنا نشيل بالغراب. نعم. بالحكي احنا ما نعرف ولا انا ولا امي ولا اختي ان البيت اللي صادر ما يصير يشيل من عنده هيك. قالوا هاي العائله لازم يجيبون اياها المراه وبناتها والا نقطع روسها. اسبوع ظل يمنا اخويا من ابويا صار ينبايع واحنا ما نعرف صاير وياهم. اخوك؟ اخويا. داعش؟ صار وياهم وما نعرف. شنو هاي اللي يمكم؟ قلت لك من ضمن الغراض اللي انشالت كانت عندنا حاسبه. هاي خالكم هذا ضابط مخليكم حاسبة ما حد يدري بيها بالدولة، ولا من طلعتوا من تصادر الغراض قلنا لا ما حد يدري بيها. جمع هاي المعلومات رايح قايله من جارنا، جاي هو ويا هذا جارنا هو جندي يمنا وهو هاي الأمير مالته، قال جمع يعني ذاك الباب قال له وين الحاسبة؟ أمي خافت قال لهذا جارنا لا تخافين هذا وياي هو جاي يساعدكم. فأمي بدأت تحكي له على نيتها، قالت له أنا بس بناتي، بس أنا وبناتي عرف إنك وبنات، قالها أنا راح أحل لك الموضوع، وماكو أي شيء صار، أخذ الحاسبة وراح. ثالث يوم أنا داز زوجة هذا الرجال اللي إجا وياه جندي، قال أريدك تروحين تخطبي لي واحدة من بنات هاي المرة،
ما قبلنا دست جديد ويا بنت هاي المرة طفية صغيرة مو كبيرة. أنا راح أوافق حتى أمي ضربتني على حبيبي قالت شلون ولا توافقي راح يقتلونك زي ما لو أن خوال وقرايب وعمام كان ما خلونا هسه إحنا بها وصلنا لهاي المرحلة هسه بعد ما حد يشفع عنا. أم هدى واحدة من مئات النسوة اللواتي أجبرن على الزواج من العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم داعش في المناطق المحررة. ظاهرة انتقالية زادت من أزمة عديمي الجنسية في العراق، فالأطفال الذين أنجبوا من هذا الزواج يقفون في منطقة حائرة بين الاعتراف الرسمي للدولة وبين شريعة داعش التي أوجدتهم في حياة من الصراع المتجذر. قلت لك من أول يوم قلت له يعني بعد ما لما قرب ولا أي شيء صار قلت له أريد أشوف مو بس العقد أريد أشوف هالكتاب كتاب الطلعة أنك طلع أمي وأختي نسيت أطلع عن ديار الكفر أنا أمير أنا اللي على سيطرات وغيرها أنا أطلع مرة وبنتها حتى ما يقول نصيبتي أو شيء أطلع عن الأرض الكفر أنا أحاسب اللي يريد يطلع أقتله بسيارته إذا أسمع بيريد يطلع الأرض الكفر مو تعود أنا أطلع بإيدي قلت له بس هذا شرطي وأنت وافقت به صار يجي ما يلقوني أروح على أمي أطلع من البيت ما قبل ما يقبل عليه سبب قبلها هاي وين راحة ليه ياخذني من شعري نوكة يعني حسبي حتى بالبوري مال الحديد يضربني إلى أن حجزه مدة ما أعرف 17 يوم من حجزه؟ هم اللي وياه بايع أسلاح هو وجماعته بدون ما يعرف به الوالي فتح الباب ماله أخذت ملابسي ورحت على أمي وأختي كلمة خلصيني وأنا جاي أحس ما